اهلا وسهلا. تمري شي مدام؟ حضرتك جديده؟ اي نعم جديده. وهلا ممكن اعرف شو بتريدي؟ هي هي مدام، هي انت هون بشركه محترمه بمكتب محترم، وهالبيب بيودي لمدير محترم، وانا بدي اقابل مدير محترم. نعم هيك بدون موعد؟ ايه خبريه، قولي له ليلى الملوح بدها تقابل ايس. لا قومي بواجبك. نعم لمين حضرتك تتعلميني على واجبي؟ ايس الملوح زوجي انا ليلى الملوح. مش رح تبطلي هالولدنات؟ عجبتيني، برافو، حرسي منيح، معك الصلاحيه الكامله. مدموزيل سمر اللي خبرتني عنها السكرتيره جديده؟ اي نعم. لكن المدموزيل سمر مين السكرتيره بس، مديره مكتبي كمان. مدام انا سمر، اياكي اياكي تعتذري، انت تصرفتي صح 100%، خليكي هيك وتصرفي هيك، حراسي مشدده. يا دح يا دح، انا اشتقت له كثير. لا 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 اشتقت له. هلا مش رح تخبري انت؟ لا ان شاء الله. طالب شحال مش طالب شحادي، اسمي هيك معقب معاملات ومكتب عقاري، صاحب مكتب عقاري. سمعت اسمك، ميرسي. نديم بيك خبرك؟ طبعا اكيد، مادموزيل سمر سكرتيرته الجديدة. صح مزوق. نديم بيك مزوق بكل شيء، بصفقاته رائعة، بزوجته رائعة، وهلأ سكرتيرته مزوق. فيه شوفه؟ سوري مدام، معه شوفه. مثل ما قلت لك مدامته رائعة، رغم كبر سنه بعده عايش قصة حب حلوة حلوة. مثل قيس بن الملوح و وليلى الملوح. صح، يمكن قال لك عن المعاملات اللي بده ياني يخلص له اياها. من انا ولد زغنون كان يعطيني المعاملات تخلص له اياها، بيوثق في ثقه تامه. حكي لي يا تعيس. يا سعيد. نعم معلم. عيب عليك. صحيح انها حلوه بتعقد بس بيطلعوا فيها هيك. يلا تشوف، اسبقني على السياره. يلا وقح، بدك ما تواخذيه بس ما بلومه، جمالك بيهبل بيطوش. اي 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 نديم ده انت، اي يا مجنون، اي يا مجنونه، بدك تطلع على الجبل بعد بطيتها. معك حق نديم، انما شو، اتصلت فيي ماما سحر وصوتها ما عجبني. هلا صوت الماما بطل يعجبي؟ لا، سالتها شو بها نكرت، قالت ما بها شيء. انا ما صدقتها، لهيك قررت روح اطمن عليها. لكن ما بدي اياك تروحي بهالطقس هيدا. طب شو فيها؟ أنا رايحة بالسيارة، لا بالعربية ولا على إجري. حتى بالسيارة اللي غطيتها مانا مشكورة، مليون أكسيدان صاير. تحكيني كأني شوفيرة جديدة، يا نديم أنا بسوق من 20 سنة، بعدين اشتقت لحميتي كتير. طيب، اسمعي مني، قضي لك ساعة زمان بكون إجا الشوفير أنوار وهو بيسوق عنك. ما بدي أنطر وما بدي شوفير.
طيب. بدك كل شيء لعمك؟ سلم عليه. طيب. بس ابقي عندها. طبعا رح ابقى عندها. عم فكر اني الحقيك. من مضينا يومين ثلاثة بنشق على الماما وبرجع، هيك بكون شفتها. وانا اشتقت لضميتها ولبوساتها ولحكاياتها، لما بتضمني بحس كأنها أمي. وهلا بدك شيء؟ بوسيها عني. ألو؟ نعم، أيوة، مين بيريده؟ دكتور رؤوف؟ لحظة لو سمحت. نديم بيك، دكتور رؤوف على الخط، قال ضروري ضروري كتير. خير دكتور؟ نعم؟ ليلى؟ كيف؟ لا بدك ما تخبرنا من وين مصدر هالأموال؟ لا ما بدي أخبركم. الظاهر ما بده ايانا نشاركه ونستفيد. اذا ما في غير حل واحد نشلحه اياه. وشغله سهله كتير. عاب كامل عاب. سمر اسمع مني وروحي احضري حفلة عرس ابن خالي صالح. معلش ولا هو. بعدين بالنسبة لليلى ما فينا نعرف شي عنها أكيد إلا بعد 24 ساعة. فروح احضري العرس وساعة اللي بدك ترجع على المستشفى. معزمون ومبلومون.
بعدك بتحبيني؟ ما تستغربيني. قبل ما وظفتك عندي بالمؤسسة سألت عنك وعرفت كل شيء عن حياتك. هاي فرصة نادرة، فرصة ما بتتفوت يا هبلة، ما بتيجي كل يوم. فرصة نادرة اني اشتغل خدامة بهيك؟ ايه خدامة؟ انت شو؟ من عائلة خدامين؟ امك ماتت هي وعم تخدم، بيك طول عمره خدام، وانت مش أول مرة بتشتغلي خدامة، من سنين وانت خدامة. ليش أنا أشتغل وحضرتك ما تشتغل؟ لأني ما بحب الشغل، ما بدي أشتغل، ما في شغلة بتناسبني. يلا بلا كلام فاضي، جهزي حالك، الناس ناطريننا. خدامي كان شغل جديد عليها وعلى عائلتها. ايش عمرك؟ 27 مدام. متجوزة؟ نعم. شو بيشتغل جوزك؟ كان عنده شقفة أرض صغيرة وكان يزرعها، بس ما عاد. صارت زراعتها خسارة. بس كان شاطر بصناعة الدبس، لكن ما عاد حدا شغله. ما عاد حدا يسوي دبس. تعرفي شو رح يكون شغلك؟ الحمام يا مدام، فهمت. وغير الحمام، ست كبيرة بحجمة وعملت أطفال. لا لا يا ليلى، لا لا. ليش ما متت؟ كان أشرف لي وأكرم لي وأريح لي. لا يا ليلى، فهمتي هلأ طبيعة عملك عنا؟ الأجرة ما تفكري فيها أبدا، رح تكوني راضية ومبسوطة أنت وزوجك. روحي تفهمي مع جوزك، أنا ناطرك هون. شو اتفقتوا؟ يعني ما فهمت. بالنسبة للأجرة ما رح نختلف، والشغل رح يكون. ما عم بسألك على الشغل، الشغل شغل، كله شغل. قلت لك بالنسبة للأجرة رح يدفعوا منيح. ليكولي من أولها هيك ولا هيك؟ بقصف عمرك. إذا من أولها بلش الشك بلاها الشغل بلاها. بلا عنفصة. لا عنفصة ولا شيء، ليك الأفضل تلاقي لي بيت غير هالبيت، بيت ما فيه رجال. لا ما حنلاقي حدا يدفع مثل نديم سلوم. ما حدا رح يطلب نايم عنده. شو؟ إيه نعم. طبيعة شغلي الاهتمام بمدامته ليل ونهار. عجبك عجبك، ما عجبك يلا. لا 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 لا، ما حنلاقي أحسن. شغل ليل ونهار يعني الأجرة راح تكون دوبل، ويمكن تكون أكثر من دوبل.
شو يا كامل؟ اتفقتوا؟ نحن بأمرك نديم بيك، بس إنه ما اتفقنا على الإجرة. هي دفعة. إذا لطيفة بتكون عند حسن الظن، بعتقد ما رح كون بخيل عليكم. نديم بيك، يعني ما بيطلع لها يوم إجازة بالأسبوع. أنت سيد العارفين نديم بيك، يعني حاضر حاضر. رح نعطيها إجازة يوم بالأسبوع، ومن عشية لتاني يوم الصبح. بكفيك ولا؟ إيه لا بكفي بكفي. ما رح نبخل. حسن الظن مقابل الكرم. الله الله الله، وأي كرم هيدي الدلايل. ها أول الغاز أطرى ثم ينهمر. حدا عنده حكي ولا نبلش لعب؟ ها اول الغاز ثم ينهمروا. مبلومك إذا عملت علاقات مع غيري، إلك حق. أنت بعتك ما تكفي. بس ما بقبل تحب غيري. ليلى، إذا شعرت في يوم من الأيام إني رح أحب غيرك، رح أسحب قلبي من جوات صدري وإرميه بالبحر. حتى ولو مهما كان ومهما كانت الظروف، أنت حياتي يا ليلى، أنت حياتي. لك علم مرتك كيف تسحب من نديم بيك. فيها تسحب منه مبلغ حرزان، وحياتك بتقدر. حلوة وبتجنن، وقد ما بدها فيها تسحب، بس المهم انها تكون عند حسن الظن. كامل، ليش ما بتبيع ابنك من مرتك الميتة؟ فكرة، والله فكرة، وانا مستعد جيب لك الزبون وببلك حرزين كمان. ايه ولي شو هيدا؟ ان شاء الله مفتكرتيني عم بسحب مني. هيه هيه هيه، هالمصريات اللي بحبك هديهن. لا اعطيت لك مصاري كتير بكفي. انت شو بدك المصاري؟ عايشه مثل ما دنات الجخ.
أول مرة بتقاوميني ليكون نديم بيك عم يتحركش فيكي ولي ها؟ شو؟ أعوذ بالله جوزك، هيدا وحش وحش. ليش ساكتي يا لطيفة؟ شو فيني أعمل يا مدام؟ إذا أنت ما فيك تعملي، نحن فينا نعمل. لا دخيلك يا مدام. ما تخافي يا لطيفة، أنت بحميتنا ما تخافي. هلأ بتصل بالمحامي هو بهم باللازم. شو هاللازم؟ صدقيني يا مدام، إذا عرف أو حس بشي رح يقتلني قبل ما يتحرك المحامي أو غير المحامي. وإخرتها وإخرتها يا لطيفة. إلي الله يا مدام، إلي ربنا، وبيقتلك أنت كمان صدقيني إذا عرف إنك عم تتدخلي. ما تتضحكي، هيدي الفيلا وكل هالخدم ما رح ينفعوكي. أنا إذا مت أو عشت ما بهم، حياتي ما إلها قيمة، بس أنت حياتك إلها قيمة وبتهم. هلا حميني. راح فرجيكم كيف عم شلعكم بصغيركم. تعرفوا شو لقمامو؟ الحقوا كامل، خذوه على المستشفى، شوفوا الحكيم ورجعوا اتصلوا بالشرطة. ايه؟ يلا هلا بلحقكم. الله كبير، الله كبير يا لطيف، انت املك منه. وقديش رح يحكموا عليه يا بيك؟ ما بعرف، بس بعتقد مش كتير، لانه غريمه تنازل عن حقه الشخصي. تنازل؟ قال ما كان بقصده الاذى او القتل، انما جرحه بالغلط وعن غير قصد. والمحكمه بتاخد بهيك حكي؟ طبعا بتاخد المحكمه، طالما الضحيه نفسه قال هالشي والموجودين ايدوا كلامه وشهدوا لصالحه. العمى، معقول؟ معقولي يا مدام، معقولي، ما كلهم نفس الشلي. بك شي لطيفة؟ لا مدام، لا ما بني شي. نعم نديم بيك. اكتبي لي القاضي زياد الحر. حاضر. القاضي زياد الحر معك. الو. اهلا 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 حضرة القاضي، الله يخليك. بحياة عينك شو صار بقضية زوجي الخدامة المسكينة؟ صدر الحكم، بعرف. ايه بعرف انه صدر عنك، ومطمئن لانك بتعرف زوجها قديش واطي وشرس. وحش يا اخي وحش، وقديش البنت المسكينة معترة مظلومة. احكي زياد. ايه سامعك سامعك. اها بعرف 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 سبق وقلت لي هالشي.
بس يا خيي المهم هلا، المهم يا زياد. ما عم بتفكري تزوري بالسجن؟ لا، بتمنى يموت بالسجن وما شوفه. صدر الحكم عليه سنة وثلاث أشهر بس؟ بس يعني بعد سنة وشوي بده يرجع لي؟ لا أنت رح ترجعي له ولا هو رح يرجع لك، طمني بالك. دنيا عالم هالو أمان، ما حدا بيتحمل مسؤولية عمله، كل واحد بده يحمله لغيره. شو يا حكيم؟ كيف وضع ليلى؟ بعدها منيحة، نشكر الله. منيحة؟ شو بتقصد بكلمة منيحة؟ مدين بيك، الحادث ما نتج عنه شلل ثابت بس. من البداية أنت بتعرف إنه الشلل ممكن بأي لحظة يوصل على الدماغ ويسبب موت مفاجئ. موت مفاجئ؟ وهالشي أنت بتعرفه من وقت الحادث. بعرف، بعدني ما قطعت الأمل ولا رح أقطع الأمل، لأنه ليلى هي أملي وسعادتي وحياتي، وبدونها ما عندي شيء. نديم بيك، هيدا الشيء رائع، أنت إنسان رائع، ومدام ليلى إنساني رائعة. إنما منتظر المفاجآت. حكيم لطيفي خادمة ليلى، شو حكايتها؟ معك حق ما تعرف، والمدام معها حق كمان. مدام ليلى لا حبلت ولا خلفت ولا عرفت أعراض الحمل من قبل، واللي صار مع لطيفة ما بيخوف، بالعكس هي أعراض الحمل الطبيعية. حامل لطيفة، حامل. بيني وبينك أنا حسبتها، بس أنت كمان حسبها. حسبتها؟ إذن أكيد وصلت للي وصلت له أنا، والحمل صار بعد ما انسجنت حضرتك. يعني شو معناته هالحكي؟ نديم، في سؤال براسي خايفة تزعل إذا سألته. أكيد رح أزعل. نديم، أنا سبق وقلت لك المهم عندي حبك مش غير شيء. ليلى، أنا ما بطلب حبك وبس، أني بدي ثقتك فيي تكون ثقة عامية مطلقة. السبب يا ليلى، أنا السبب. كان لازم أمنعك تسوقي هداك اليوم، حق علي. أنا السبب، أنا السبب.
وبعدين يا نديم خلص حبيبي خلص. شو يا عسل؟ لا ما عم تزوري جوزك؟ كيفاني يشوف من هالفضيحة؟ انتبه لحياتك يا لطيفة، صار معه خبر، بكرة لما يطلع من السجن بده يصور لشرفه، لأنه بحب يكون حريص كتير على شرفه، وبده إياه يكون مصان. الحقيقة إنكن أوباش وأنديل وما في براسكن غير الوساخة، ولا أنا أنضف منه ومنكن من نسوانكن. روحوا وصلوا الأخبار اللي بدكن إياها، ولا أنا ما بخاف لأني بعرف حالي. لو خليل، معقول تكون مظلومة؟ بعد بكير على الحمام. لطيفة، اللي قلت لك إياه بقصد كل كلمة منه. أنت شغلك بالبيت وبس، برات البيت ممنوع. حتى لو جوزك طلع من الحبس، ممنوع تشوفيه أو تقابليه، لا ببيتكن ولا على الطريق ولا هون. واللي بيطلع بيده روح يعمله، روح يبلط البحر، مفهوم؟ خصوصا لأنه سمع الإشاعات الوسخة. وهلا روحي على غرفتك وارتاحي. أنت روحي ارتاحي، في مين يساعدني؟ والبركة بنديم. نديم؟ ليلى، بوس ايدك. ما بدي غمز بالكلام، صاير يخوفني، وكثرة الغمز بتهدد الثقة. خلص وعد، ما بقى اسأل هالسؤال. يا أمي! يا أمي! لطيفة، شو بكي؟ نديم، اتصل بسرعة بالمستشفى. طولي بالك يا حبيبتي، طولي بالك يا لطيفة، طولي بالك حبيبتي. في غيرك بتمنى لو بمر بهاللحظات. أنا منهم، أنا منهم. لا، أنا أولهم، أنا أولهم. أوكي الحالة ولادي، رح نحملهم ونمشي على المستشفى دغري. شفت كيف الاهتمام الكبير من نديم بيك؟ أقولك ليش؟ مبروك يا عسل، رح يجيك أخ وابن عم لحمد. انبسط وفرفح، هيدي العيلة زادت واحد. ويمكن من نفس الطينة. لا لا، انتو غلطانين وبي غلطان، مش من نفس الطينة أبدا. شو نديم؟ جوزك خلص خد ير قلق وتعب وسهر وشغل بال. خلص خد يرت. شو أرجوك نديم، هلأ أحكي وبلا سؤالة. بنوتة. بنت؟ صار لنا بنت يا نديم؟ أم جمال؟ يا أم جمال؟ نعم. خدها هيدا عني. انبسط يا كامل، البنات هالايام احسن من الصبيان، احلى من الصبيان بكثير. لما تكبر يا كامل ما راح تلاقي ابنك وما راح تشوف منه اي حنيه.
بنات يا كامل. قدرت اشوفها اليوم او لا؟ حلوه؟ كيف لون شعرها؟ كيف لون عيونها؟ شو لون بشرتها؟ ارجوك قل لي نديم. بتشبهك بس لا، ليش في بالدنيا وحده بتشبهك؟ حملتها بين ايديك يا نديم. وشو حسيت لما حملتها نديم؟ بتعرفي انك خبيثه؟ رح اقول لك اياها حتى تحطيها براسي. لا ما بدي تقلي، انا بعرف اني حرمتك من الاحساس، احساس حلو كتير اللي هو الابوه، ما هيك؟ وليش عم بتحاول تبرئيني انا من الذنب؟ ما نحن اتنيناتنا ما بنعرف فينا العاقر. بعدين ما حاولنا مره ولا جربنا نعمل فحص حتى النتيجة ما تأثر على حبنا. بعدين يمكن أنت ويمكن أنا. طيب قلبي، أحساس الأبوة حلو كتير، ما هيك؟ مثل أحساس الأمومة اللي راح تحسي فيه لما تحمليها بإيديك وتضميها لصدرك. ما في ندي، شو راح تسموها؟ عجبك الاسم يا كامل؟ عجبه او ما عجبه، المهم يستشيروا بالاسم. بس اسم سارة مش بطل. اي نعم، لانه على اسم ام نديم بيك. بس مش معقول توصل درجة الحماقة فيه انه يسميها على اسم امه. غلطة كبيرة من نديم بيك، كأنه عم بيأكد الاشاعات اللي عم يتهمسوا فيها الناس، كل الناس. غلطة كبيرة. الله يصبرك ويقويك يا كامل. خلصت الزيارة. ايه ليلى، عجبك الاسم؟ معقولي ما يعجبني؟ على اسم امك وما بده يعجبني؟ Thank you.
وين يا ساطر؟ هيدي ثمن جريمتك يا عارة. لا لا يا بنتك، والله بنتك. بنتي كيف؟ كيف حبلتي أنا وبالسجن؟ كيف؟ بالحلم؟ بالمراسلة؟ بالتواصل؟ كيف؟ بالمدرسة سجن، عمل مدرسة سجن. أنا مني غشيم، حسبت كتير منيح، حسبت الأيام والأسابيع وأنا بالسجن. رجعي حسب، ما حسبت مظبوط، رجعي حسب. ما فاضي ضيع وقتي. أنا حسبت مظبوط. آخر ليلة كنا فيها سوا، آخر ليلة كنا فيها ويوم اللي انحبست وتاريخ الولادة البنت. فرح منك إلي